بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم على بركة الله وحفظه، ينطلق شوطنا السادس ما شاء الله في تعداد ومجموعة هذه الأشواط. نتمنى إن شاء الله كل التوفيق والناموس يا الأخوة المشاركين الحاضرين في هذه الانطلاقات الصباحية، هذه الانطلاقات المميزة. نتمنى كل ما هو جميل على أرضية هذا الميدان. عودة إلى هناك هجاج مبارك بن عبد الله مبارك بن علي الضبعة الشبين، نقل على المركز الثاني البارود، وغانب بن عبيد بن غانب بن سيف العليلي، وفي المركز الثالث الشبابي سيف بن محير بن واس الاجتبي، وفي المركز الرابع ايضا وصول مطفي سعيد بن سهيل بن احمد بن دري الفلاحي، وفي المركز الخامس هناك الهايل مع محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد الاجتبي، وفي المركز السادس من الجانب الاخر اشوف الذيب عمر بن مطر بن لاحج الهاجري، والسابع المراكز اللي في المركز السابع اشوف هناك الباصل ناصر بن سالم بالمر العامري، وفي المركز الثامن هنا وجود في هذه اللحظات ايضا متعب وسعيد بن محمد بن سعيد بن حضيرم الاجتبي، وفي المركز التاسع هناك شاهين سلطان بن عبد الله بن سالم بن عبد الله المسافري، وفي المركز العاشر هناك ثاير حمدان بن محمد بن راشد بن غدير الاجتبي. هكذا ايها الاخوه كانت نتيجتنا ما شاء الله للمراكز، دعناها عليكم بالاتمام. هكذا كان العنوان، هكذا كان الوصف التفصيلي للمراكز، ولكن هجاج اللي ما شاء الله مسيطر ومتابع لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان. ما شاء الله مبارك بن علي الضبعة الاجتبي، النقلة على المركز الثاني البارود غانب بن عبيد بن غانب بن سيف العليلي، وفي المركز الثالث الهايل محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد الاجتبي، وفي المركز الرابع ايضا وجود ما شاء الله والدخول في هذه اللحظات الجميلة مطفي سعيد بن سهيل بن احمد بن دري الفلاحي، وفي المركز الخامس هناك اللي في المركز الخامس اشوف في هذه اللحظات الذيب عمر بن مطر بن لاحج الهاجري. هكذا مستمعينا الاعزاء، جمهورنا الكريم، حضورنا المميز، وتابع معاكم هذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات المميزة على أرضية هذا الميدان. وهج هجاج هجاج أيها الإخوة، هج على المركز الأول ما شاء الله تبارك الرحمن. مبارك بن علي الضبعة الاجتبي مسيطر على المركز الأول حتى هذه اللحظات، متمسك بزمام الأمور. النقل على المركز الثاني باروت، يلا يا العليلي، هناك غانم بن عبيد بن غانم بن سيف العليلي مسيطر على ثاني المراكز. المركز الثالث ما شاء الله تبارك الرحمن الهايل على ثالث المراكز محمد بن عبد الله بن علي بن رشيد الاجتبي. اللحظات الجميله، وصل مطفي، وصل كومبا عسكور سعيد بن سهيل بن احمد بن دري الفلاحي، ما شاء الله الزاخر قادمين. المركز الرابع ما شاء الله هناك الذيب عمر بن مطر بن لاحج الهاجري. نقلتنا الى المركز الأول، عودتنا إلى مقدمة هذا الشوط. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس هناك للأخوة المتابعين المشاركين لهذه الانطلاقات الجميلة، هذه الانطلاقات الموفقة. يلا يا أبو سيف، يلا يا أبو سيف إلى الأمام، إلى الناموس، إلى الاستهاني هناك لأهل الزبير، ولكن مطفي على المركز الأول اللي غير على مقدمة هذا الشوط. الله، شعار النايفة، شعار التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات. سعيد بن سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي، يا ذكر الله اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة إلى أهل العين، إلى زاخر، السلامات والتهاني للمرة الثانية على التوالي مع مطفي. هناك النايف الشوط الأول التوقيت الأفضل، ولكن يأتينا مطفي بعنفوانيته. اللحظات الجميلة، شكرا يا ابو عسكور للمرة الثانية على التوالي. سعيد بن سهيل بن احمد بن دري المركز الثاني، عمر بن مطر بن لاحج الهاجري المركز الثالث، هناك حمدان محمد بن راشد بن غدير المركز الرابع. ايها الاخوة اللي في المركز الرابع ما قدرت اتعرف عليه، هجاج خامسا مبارك بن علي الضبعة. هكذا ايها الاخوة كانت نتيجتنا، 4 دقائق 33 ثانية، 89 جزء من الثانية. تهانينا والناموس.